بأجواء حماسية صاخبة مليئة بالضحك العفوية الغناء والفرح، انطلقت الحلقة الثالثة من برنامج ديو المشاهير عبر شاشة MTV، وأغاني أغاني كالعادة كانت عم تواكب كافة الكواليس لحظة بلحظة. البداية كانت بزيارة سريعة لغرفة البوب ستار رامي عياش اللي طل أكثر من مرة على مسرح ديو المشاهير. أما خلال لقائنا معه بالكواليس فتحدث للزميل ألان صالح عن الرسالة السامية اللي حملها البرنامج. مثل العادة بتجنن، كل شيء إيد الام تي في فيها حلوة، والحمد لله الجو حلو كتير، الناس حلوة، خصوصا بس يكون في هدف سامي خلص توقع التعليقات كلها، يعني ببطل فيك لا تعطي رأي ولا إذا في سلبية أو إيجابية، خلص كله إيجابيات لأنه في هدف سامي للبرنامج. رامي، أنت أوريدي عندك جرميتك الخيرية الخاصة فيك، بس إذا طلب منك تغني أو تعمل شي حفلة لغير هيدا الجمعية، لأي جمعية بتنقي؟ هاي الحفلة المية السنة لكل جمعيات لبنان ومصر والكويت والإمارات، بشارك بكل الجمعيات الخيرية، مين ما بيطلب من جمعيتنا بنكون أول حاضر. أنت ما بتعرفني، أنت مش شايفني، كنت قلبي روحي عمري ما لمست ولحترقت بناري. مين هيك حسيته أكتر واحد يعني قدر فهمان الموسيقى صح، فهمان الفن الغنية مزبوط؟ بصراحة ساندرا غنت حلو كتير وغنيت بالعكس غنية صعبة، عم بتفوت فوتات مزبوط، عم تقفل صح، وشي امبرست من امبارح واثنيت على هاللي صار، وبالنهاية عم بيحاولوا كل الناس عم بتحاول انها تأدي بشكل مزبوط. دايما ليك اللي بيقعد ورا الشاشة وبيصير مثلا ينتقد فنان صار معه هيك او هيك، لما بيكون هو بقلب هالخبرية كتير صعبة مش بهالسهولة، مثل ما انت بتحضر فوتبول بتقول لك لا كيف عطى الباس، روح وقف محله شوي، لا فيك تعطي باس ولا كله فولات. يعني النائب السابق مصباح الأحدب اللي كانت واضحة عليه معالم الفرح والارتياح كشف لأغاني أغاني عنها السر، كما كان لنا لقاء سريع مع شخصين عزيزين جدا على قلبه. اليوم مش جاي لوحدك، معك أولادك، خبرنا شوي ده، مبسوط بوجودهم معك الليلة؟ أكيد مبسوط. هلأ الوحيدة اللي قررت أنه تحضر كل البرايمات هي هدى رشدي، هي أول مرة بيجي، هي ثالث مرة. دي مبسوط بالولد اليوم على المسرح؟ بالعكس مكيفين فيه، يعني عم يرفع صورة طرابلس وجاي، يعني جريء، ما في سياسة غيره يعني بيعملها أنا بنظري. وين شفتوا أكتر بالسياسة؟ وين حبيتوا أكتر بالسياسة أو بالفان؟ بالسياسة أكيد، مع أنه صوته حلو عم يجي كتير أصداء حلو هلا بنستعمله للصوت، بس صوته بالسياسة أقوى. خبريني شوي أنت، شو كيف لقيتي هالجمعتين؟ كتير كتير مبسوطة فيه، واحد قال له ما في شي كتير مبسوطة. لأنه كان عندهم ملاحظات قبل ما نبلش وناقشناها كلنا سوا، لأنه بالآخر بالفعل يعني نحن ما بدنا نضيع البوصلة، يعني معروف شو عم نعمل، وأنا موجود بالبلد وبطرابلس من زمان، لأنه بالآخر عم نشتغل بشأن عام، في شيء منه صابت لأكثر ولا أقل، فما بدنا نضيع البوصلة، ولكن هواية حلوة وبنفس الوقت أنا مبسوط أنه الكل عم بيلاقي أنه عم غني منيح. النجم نيكول سابا سرقت الأضواء بإطلالات لافتة وعبر مجموعة من اللوحات الاستعراضية اللي ولعت عبر الأجواء، وبالكواليس كنا التقيناها بدردشة سريعة قبل وبعد المسرح، فتحدثت عن رأيها بالبرنامج بالمشتركين والجمعية اللي ممكن تقدم لها حفلة خيرية. ليك أكيد يعني بيكونوا ملبكين تيحفظوا يمكن الأغاني، يمشوا عريت من الغنية كمان، يعني بدنا نعذرهم اليوم لأنه اليوم يعني هذا مش مجالهم أكيد، وعم بيعملوا شو بقولوا مثل مساهمة إنسانية يعني، فبس طبيعي أنه ليك اليوم المحترف بس يطلع على الستيج قبل ما يطلع بحس حاله موتر وقلبه عم بيضيق، دائما هولي علامات بالعكس يعني مش غلط نخاف. مين من السليبرتيز اللي عم بيغنوا معك هيك ريحك أكتر شيء، حسيت أنه متمكن أكتر من غيره؟ ليك هلا داليدا عندها، يعني داليدا عندها صوت، صوتها جيد، فكرمال هيك يمكن اكثر حدا كان يعني التمرين كان اسرع شيء يمكن معه. يا بنت السلطان وحن على الغلبان، الميه في ايديك يا حلوه وحسوبك عطشان. مقدم البرامج رجا ناصر الدين اللي انهى مشواره مع هالبرنامج بالبرايم الثالث كان عم يتحضر للصعود على المسرح، ولكن قبل كان لابد من اكتشاف موهبة جديدة بشخصيته بمساعدة صديقته الممثلة داليدا خليل. أول مرة بحس بالحيوة جوني.
كيف لقيتي بالرقص؟ شاطر، وهيدا بلا تحضير يعني. عن جد فاجئني رجا. رجا شو؟ ما بعرف اي متى بنروح نتمرن انا وياك مع بعض. انا عبالي على فكره ما كنت عارف عندك هالموهبه اصلا. عم تفجر موهبتك بدانسينج وذ ستارز. كل شيء وارد بالحياه. هلا عندي بطوله فيلم انا ودليدا، عم هذا اهم شيء. التمثيل البرو اكيد. اكيد عندي التمثيل اهم، يعني هلا في بطوله فيلم انا وياها قريب. بعد ما انهى رجا حديثه مع دليدا انتقل عند زميله المذيع جاري غزال، وكاميرا اغاني ايضا كانت مرافقتهم. المهم جاري غزال انه اليوم عامل هاشتاج، والمهم انه استاذي اماندا انه شو الهاشتاج اليوم؟ دربت له سيارته. بتعرف هو بيعترف غير عنه. لا والله ما بعترف، بس انه اوكي. بقى انا كل ما اشوف سياره رجا مبسوط حده، مع انه بحبه كثير يعني، عن جد عنده معزه خاصه. بدي اخبرك شغله، انه انا اعطيني دفتر السواقه بالغلط الدوله اللبنانيه، فاذا بدكم تسحبوها فكر تسحبوها مني، لانه دائما عم بضرب سيارتي ما بعرف ليه، ودائما عم بتسائب انه سيارته عطوا سيارتي انا تكون حده بتروح ظهر البيعه. الممثل فادي شربل اللي فاجأ الحاضرين بلوك الفنان طوني حنا، كان قلنا معه هاللقاء وهالدردشة العفوية اللي شهدت مداخلة أيضا من الممثل طلال الجردي ومقدمة البرامج رندا سركيس. يعني عم نصيبه، عم نحاول نصيبه. بتساعده باللوك؟ هلا بدك تغني مع السيستوني؟ يا ريت، انا لي الشرف غني مع السيستوني، بس بخاف اكل عصايه منه. اخلك طوني حنا مشبشب. ايه طبعا مشبشب، كل عمره مشبشب استاذ. انت طولوني من غير الشيء. انا على غير عاده. شو اي طيران انت دخلك؟ اي طيران؟ طلعت على الطابق الاول. اي طيران؟ بقى بس اول مره، اول مره بتلبس بحس كعب عالي. لا بالبقلك بعد ما واصله من سكوتلاند خصصوا لي هيك الجولدن دراس. ريتهم ما يبدو هالعيون. تعرف وين لازم تعمل؟ وين بدها اشتغل؟ بايرلندا. شفت بلا شو لا يا عم، ايرلندا بلد، ايرلندا بجنة، ايرلندا شو بيعرفني طب اسمه هيك منغير له الاسم؟ شو هن شعب بيفهم، شعب مثقف، سمينه ايرلندا. هو شايفني اوروبيه، اسم الله، شايفني بريطانيه، شايفني هيك بيستحق اكثر نجوميه بين هالشبين. الله يخليك يا رب. على فكره هلا صحيح انا واقفه بيناتهم وقبضيات وكذا، بس بليز دو نوت فورجيت تو فوت الي. سئة يا زلمي سئة. الفنان اللبناني غدي كان مشغول بالتحضيرات، لكن رصدناه بحديث سريع إلى جانب الممثل أويس مخللاتي اللي شاركوا الغناء على المسرح. اليوم رح نغني سوا، وحضرنا سوا كتير، وصار في ألفة أنا وأويس. مزبوط، ما قلي زمان بعرفه، بس صرنا أصحاب لأنه نفسية طيبة وقدع وحابب يوصل بالبرنامج لمحلات، فقعدنا هيك قعدات خارج هون البروفات لكرمال نقدم الغنية بأجمل طريقة ممكنة يعني، وأنا من معجبينه وإن شاء الله بيوصل للآخر وإن شاء الله بيربح بيستاهل. رح تغنوا اليوم؟ رح نغني طلوا طلوا الصيادي وسلاحهم يلمع يابا، في عصفورة لو نرمادي تطير وتدلع يابا، من وادي لوادي ما قدروا علي الصيادي، من وادي لوادي ما قدروا علي الصيادي. الفنانة اللبنانية ألين لحوض أيضا كان إلى حضورها الملفت بهالليلة. صراحة أستاذ مصباح الأحدب يلي أنا سامعة من قبل أنه بغني، فاجأني بموهبته الكبيرة وفاجأني بالحضور اللي عنده إياه. يعني نحن نعرف عنده كاريزما بالسياسة، ولكن وقفته على المسرح يعني تبعته حسيته عن جد متمكن. وتفاجأت كتير كمان بالإعلامي جاري غزال، يعني ما كنت عارفة أنه صوته حلو، فصراحة هني من الشخصيات اللي حسيت أنه بيلفتوا النظر يعني. الفنانة اللبنانية ليا مخول تحدثت عن مشاركتها للمرة الثانية بهالبرنامج. مزبوط، صار لي سنتين هلا جيت، واجين شرف كبير كون موجودة مع السيليبريتي تونايت. رح غني دايموندز باي ريانا مع دوجا، واول مرة بتعرف عليها وكتير مهضومة، so I really can't wait. مأكد رح يكون شو كتير حلو. أجواء المرح والضحك ما بتكمل إلا بحضور أرز الشدياء وبيير شاماسيان اللي كانوا عم يتابعوا هالليلة بالكواليس، وألا أصر إنه يجمعهم بلقاء مشترك. كيف لقي الحلقة لهلأ؟ تعقد، كتير حلوة، سيلبرتيز كتير متقدمين، عم بغنوا أحلى. حلوين ملاحظاتك على السيلبرتيز.
عم بغنوا أحلى اليوم ومش خيفانين قد أول مرة، كل مرة أقل خوف وصوتهم صار أحلى، فتح صوتهم وعلى التمرين وهيك. قبل شوي كانوا عم يسألوني إنه شو إحساسك أنت وقف مع هيك، شو هو الوقف معك؟ أنا عطيتك فيتامين سي لزعيمك مش تيوقف معك شي. بس هيدي آخر وحدة عطيتيني إياها، هيدي الفيشر مان عطيتني خليني شو ما يطلع صوتك بنتقمي لأنه هو بيعطي بيخوت لتياس إن ما وريتك يا أرزق خش بعبي خوش يا أختي. أما نهاية الحلقة كانت مع مغادرة الإعلامي رجا ناصر الدين اللي حب يوجه كلمة من القلب عبر أغاني أغاني. كل حدا مفروض يفل، انه هيدا اتس ا جيم، هيدا برنامج هو انه كل جمعه مفروض يفل حدا، فبالعكس انه انا حسيت انه اتس تايم، بعتقد انه عندي كثير التزامات ثانيه كنت عم اقصر فيها، بس كانت مشاركتي ببرنامج انساني هادف كثير حلوه. بدي اقول ثانك يو للام تي في، ثانك يو لكل فريق عمل البرنامج. مع مغادره رجا ناصر الدين بيختم البرنامج وحده من اجمل سهراته اللي رح تشهد منافسه اكبر بالاسابيع المقبله بين كل المشتركين اللي بقيوا.